ماشي. انا جنان. ها مالين الرقم؟ 2-2 يعني قول 4. انت هتجمعهم 4-2-0-60. حاضر 4-2-0-60. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو. ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حد دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 4-2-0-60. برضك؟ كل ده مشغول، هتجرب انا. بيرن بيرن. الو الو، ادهم الشاذلي؟ ايوه. معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، انا كنت مستني مكالمتك دي عشان اعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي، انا بنتي ملهاش اي ذنب، احنا اصحاب شركات زي بعض، وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي، طب اموتها الاول، اموتها. اسمع يا ابني، انا لو بنتي جرى لها حاجه مش هرحمك. بنتك كويسه والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر، ثانيه واحده، بابا عايزك. انت مجنون، مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له 1,000,000 جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز 1,000,000 جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عارفين مجنون، حرام عليك، سليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روحه. يا حظ ظابط، انا كنت فاهم انه هيطلب 1,000 1,500، انما 1,000,000. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظامت، انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1,750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحقيقاتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل، بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم، انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله، ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه مبالغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده؟ ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننتش يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز 1,000,000 جنيه. يا ريت تلغي عقدك وتمشي التراخ علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي فلوسي في الارض يا لطفي، انا لما يصحب تخلوها الروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع، وانا مش ممكن اسيبه يأذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده اكلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل؟ يا سلام، بالساهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي، دي بنتك. انا عارف انها بنتي، لو كنت مأمن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني مسد كول، ايه الوطيانه دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعه. حاضر حاضر، يلا لف عشان نكلمه تاني. يلا يا ابني يا ابني، اقلع البدله دي بقى هتتمسك بيها. ليه هما بيقفشوا في الظباط اليومين دول ولا ايه؟ خليكي في حالك يا راشا. الو الو، يا ادهم بيه، فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني 1,000,000 جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك؟ يعني اقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبه؟ ما يا ابني 1,000,000 جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير والله. ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره.
يا ابني الكلام اخد وعطى، وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك يا ادم بيه، انا مش عايز فصال، انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وانا مش موافق، انت اكيد مجنون. ايه ابوكي بيموت في قفل السكه الدرجه دي؟ ابويا بياني جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes, yes. انت خريجة ايه؟ Business Administration, AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ اه، قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطالع. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي. انا لقيت عليش فكرة تبدليها. برافو عليك. ايه ده؟ هي البدلة دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا؟ مش هيدفع حاجة يا ملك، قلتلك مش هيدفع. لا هيدفع، هيدفع يا ملك، وهتعملي العمليه ان شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ ابوكي لازم يتاكد ان انت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مره بيقفل السكه في وشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابوكي عنده بريد الكتروني. ايه؟ ايميلز يعني، عنده ايميلز. اه طبعا. انا هخلي ابوكي يدفع الفلوس زي الجزمه. قلت لك ما تشتمش. انا اقصد جزمه غاليه يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه. ها، وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل. انا رشدي سرحان باظ، احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت بواحد 41 عمليه ارهابيه في جميع الدول الاجنبيه المنوفيه منها والغربيه. احذرك يا أدهم يا شاذ بأنه لن تنعم أمريكا، لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون تعاطفك واحد ومو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها، ولا حركات البلد دي. ودلوقتي قولي رشدي أباظة. طعي رشدي أباظة، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكرة اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليك. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش، انا نحست خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده، عشان ابوكي صدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. بقولك نحست. يلا تصبح على خير. على فكرة أنا خدت البدلة معايا، ها؟ هنشوفها عندي في الظل فوق، لأن واضح إنها بتعرق شوية في الشمس. تصبح على خير يا جماعة. بتتري على شكلي؟ على الشمس. تفهموا ده؟ يا رجل! ملوش اي اثر. معقول يكون هرب؟ اكيد طبعا هرب، احنا غلطانين، احنا سبناه البدله. عملها الندل. عرفتي ازاي؟
يكون راح فين؟ انت قلقانه ليه يا ملك؟ احنا مش لقينا الجزمه؟ يبقى خلاص انا هربت. مش شرط، ممكن يكون هرب حافي. يا رب يا ساتر. انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟ لا انا واخدك كده، نحاسب على الكلام.